بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، تحذير شخص لا ينظر الله إليه، تحذير نبوي يعني مرعب بالنسبة لمن يفقه هذا التحذير. قبل أن أقول لكم الحديث، الحقيقة في العصر الحديث، عصر الوباء الذي نعيشه اليوم، كثرت الأفلام الإباحية التي تصدر الشذوذ الجنسي، التي ترغب الإنسان أن يأتي المرأة بطريقة غير شرعية من دبرها، تزين للإنسان، وكله من فعل الشيطان على فكرة، تزين للإنسان أن يقوم بأعمال يعني سيئة جدا مع زوجته أو حتى مع نساء أخريات. الحقيقة هذا الوباء انتشر، ويجب أن نعترف به، يجب أن نعترف أن هناك وباء موجود في العالم الإسلامي وفي العالم غير الإسلامي، منتشر بشكل كبير جدا. أنا مهمتي أن أذكر بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكر بالحقائق العلمية حول هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام له حديث رواه ابن حبان في صحيحه، يقول فيه: لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في دبرها، أي من الخلف. طبعا هذا الأمر أيها الأحبة أمر يعني سيء جدا، والذي يمارس هذا الأمر طبعا يتكتم ولا يراه إلا الله سبحانه وتعالى. فتخيل يعني أنا أخاطب من يمارس هذا الأمر أن الله لا ينظر إليك. شيء مؤلم جدا أن الإنسان يعني يفقد نظرة الله إليه. إذا لم ينظر الله إليك، كيف يستجيب دعائك؟ كيف يشفيك؟ كيف يرعاك؟ كيف يحميك من الشر؟ كيف يرزقك؟ يعني تخيل أنك خرجت خارج حماية ورعاية الله سبحانه وتعالى، الحياة لا قيمة لها. طيب، من الناحية العلمية، العلماء أيها الأحبة حديثا قاموا بإحصائيات، وجدوا أن هناك أمراض خطيرة مثل سرطان الشرج تصيب من يمارس هذا الأمر، سواء مع رجل أو مع امرأة، لأن هذا المكان خلقه الله للتخلص من الفضلات وليس لإقحام أشياء فيه يعني تضر وتؤذي. هذا المكان فيه بكتيريا ضارة، فيه فيروسات، فيه ربما طفيليات، ربما فيه مشاكل كثيرة، فيه سموم. السموم التي يتخلص منها الجسم يطرحها عبر هذا المكان. طيب أنت كيف تقوم بهذا الأمر والله قال لك فأتوهن من حيث أمركم الله؟ يعني نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم. أنت هذه الغريزة ليست غريزة حيوانية، هي يعني الله وضعها فيك من أجل إنجاب الذرية الصالحة، أن تنجب طفلا قد يكون سببا في دخولك الجنة، وليس من أجل هذه الأشياء. نحن نتذكر قوم لوط عندما مارسوا هذا الشذوذ الذي لم يسبقهم به أحد من العالمين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ممضود، حجارة من جهنم ملتهبة أمطرت عليهم. لذلك هذا الأمر يعني خطير جدا، وقلما يعني نتذكره. لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في دبرها، والله أمر خطير أيها الأحبة. يعني حتى بالنسبة لغير المؤمن نقول له من الناحية العلمية هذا الأمر خاطئ،
يسبب الكثير من الأمراض ويسبب مشاكل أيضا في الجهاز الهضمي ويسبب مشاكل كثيرة أيها الأحبة، ليس الآن مجال لذكرها، ولكن يكفي أن نعلم أن هناك بكتيريا تستهدف من يقوم بهذا العمل، لأن هذا المكان مكان خروج الفضلات والسموم والمشاكل، كل مشاكل الجسم تطرح. فخطأ كبير جدا من يقوم بهذا الأمر. لذلك حتى من لا يقتنع بالقرآن ولا يقتنع، اقتنع بالعلم على الأقل، واترك هذا الأمر. وطبعا بالنسبة للمسلم الذي يخاف الله، هذا الحديث ينبغي أن يتذكره كلما نفسه راودته أن يقوم بهذا العمل، ولا يظن أحد أن هذا العمل فيه كراهة، لا، هذا عمل محرم. لا ينظر الله إلى رجل. ما معنى لا ينظر الله؟ أنت خرجت خارج رحمة الله. فالقضية خطيرة جدا. يعني أنا فقط أحببت أن أنبه من ابتلي بهذا الأمر أن يحفظ هذا الحديث، أن يتذكره كلما دعته نفسه لهذا الشر، وأن يترك هذا الأمر ابتغاء وجه الله. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اترك هذا الأمر الخاطئ، هذا الأمر الذي يغضب الله، لا يرضي الله، اتركه تماما ابتغاء وجه الله، والله عز وجل سيبدلك خيرا منه، راحة نفسية وحل مشاكلك في البيت ومشاكلك الزوجية، ورزقا ولذة تجد حلاوتها في قلبك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذه الشرور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.